عارف اعمل ايه؟ قولوا التربيه ومشاكلي تتحل بايه؟ اولادي جننوني وانا مش عارف اعمل ايه؟ وخلاص سلمت وجيت قولوا لي اعمل ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة من حلقات برنامج أولادي جننوني. حلقة النهاردة هتكون عن شخصيات أولادنا اللي حيرونا وجننونا. عشان كده هيكون معانا النهاردة ضيفنا استشاري تحليل الشخصيات أستاذ محمد مكور يحللنا شخصيات أولادنا. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بيك. مشرفنا أستاذ محمد. ربنا يعزك يا رب. سيد الكبار بنشوف صعوبة معاه قوي عشان نقدر نفهم شخصياتهم، فما بالك أولادنا؟ فمين بقى في محرك ازاي نحلل شخصيات اولادنا؟ طيب بداية كده، هو عايزين الاول نعرف يعني ايه كلمة تحليل شخصيات. تحليل هو انك بتمسك الحاجة بعمق بتحللها، تمام، بتعرف الحاجة بنظرة عميقة شوية. حلو. شخصية، ايه هي شخصية؟ تكوين الشخصية عبارة عن ثلاث حاجات. اول حاجة هي الميول، ميول الشخص، ميول الطفل ده ايه. انت بتمسك الطفل ده بتشوف ميوله ايه، ايه اكتر حاجة بيميل ليها، هل هو مفكر، هل هو قائد، هل هو مبدع، هل هو ايه. دي اول حاجة. تاني حاجة الجينات الوراثية، وده القليل من الناس تكون عارفاه. ناس كتير قوي متخيلة ان الطفل ما بيكونش واخد جينات وراثية، لكن لو جينات وراثية من الاب والام. صحيح. تمام. الجينات الوراثية دي بتكون من 3-10% ماكسيمم. حلو. طيب هنلاقي، لو لاحظنا زمان قوي ايام العرب كان بيحصل ايه، كنت تلاقي البنت تحاول تتجوز فارس. علشان ايه؟ اللي هو بيسموه فارس الاحلام. ايوه، فارس الاحلام. بس هي كانت بتبقى عايزه تتجوز فارس، العرب بتبقى عايزه تتجوز فارس عشان ابنها يطلع فارس زيه وشجاع، عشان يحمل الجينات الوراثيه دي. طيب ثالث حاجه هي السلوك، البيئه بقى بتاثر في السلوك بتاع الطفل. الدايره الايه، البيت، ثم مدرسه، المنطقه والمدرسه. صحيح. تمام. احنا عندنا في مجتمعنا الشرقي هي المفروض المدرسه والبيت والجامع مثلا. تمام. اما في المجتمع الغربي هي بتنقسم للبيت، منطقه، المدينة، الدولة. حلو. لذلك هتلاقي ان كل مثلا محافظة غير المحافظة التانية، تقاليد المحافظة دي غير تقاليد المحافظة دي. تقاليد البيت ده ممكن يبقى بيتين جنب بعض، شقتين جنب بعض، بس كل واحد ليه تقاليد معينة ماشي بيها وفقا للأيديولوجية او الخلفية اللي هو تربى عليها من الصغر. الله ينور عليك. طيب نيجي بقى للطفل. هنلاقي ان الطفل عندنا 5 انواع. اول حاجة الطفل القائد، هو سماته كده، هو صفاته كده، قيادي، عنده سمات القيادة. الطفل ده بيميل قوي ان هو يمسك زمام الامور او يملك زمام الامور زي ما بيقولوا. بيحب جدا 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 يمشي كلامه، ودي بنشوفها كتير. الطفل ده في الغالب بيكون هو طفل وحيد، اتعود من صغره، من اول ما اتولد، ان هو كل حاجة تتلباله، كل حاجة تتلباله. او بيحصل ان هو يكون ليه اخ بس هو يكون اكبر. تمام. طيب نيجي للنوع الثاني، المفكر. الطفل مفكر او شخصيه المفكر، شخصيه المفكر او الطفل المفكر هو ببساطه كده بيعمل ايه. ببساطه هو الشخصيه دي من النوع اللي هي بتحب تفكر، بتحب ان هي تقعد لوحدها اكتر، بتحب ان هي تفصل الامور اكتر، تحليلي قوي، منضبط جدا جدا في مواعيد صحيانه، في مواعيد نومه، مش متعب، مش زي الاطفال التانيين. اعتقد بيبقى خايف قوي لو ما عملش الواجب. صحيح. متاخر على المدرسه وتحس ان هو اللي بيحرك والده انه يروح في الميعاد. حقيقي. لان هو بيكون شايف او باصص للكمال، هو شايف ان هو هيعمل الحاجه بشكل كامل، بيكون نفسه ان هو يعمل حاجه كامل. يبقى كده القائد، لذلك هو مريح. المفكر. صحيح. اول شخصيه هي القائد، شخصيه الطفل القائد، شخصيه الطفل المفكر. جميل. حلو. عندنا شخصيه ثالثه هي الودود، المحب للاخرين. الشخصيه دي ببساطه كده بيحب قوي الناس، وبيحب قوي قوي ان هو يخدم الناس. جميل. لدرجه ان هو بيتغاضى عن نفسه وبيخدم الناس على حساب نفسه. يعني ممكن ان طفل تاني يقول له هدي فيديها له عادي خالص. او عارف كمان حضرتك اللي هو ايه، فكره ان هو ادم كان على الحي والمنطقه، الحي كله بيستغله. ايوه. يا فلان روح هات لي مش عارف ايه. أيوة. الحاج خد طلع لي مش عارف. أيوة. الحاجه بتاعت البيت، الكلام ده كله فعلا. ده حقيقي. اللي هو خدوم يعني. بالظبط. خدوم. الطفل ده مشكلته ان هو شكاي زياده عن اللازم. شكاك. شكاي يعني بيشتكي كتير. بالظبط. من كتر ما هو على طول دايما بيلبي طلبات الاخرين، فبيحصل عليه لود عالي قوي، فبيحصل ايه في الاخر، بينفجر، فبيشكو، بيعيط. بيحاول يجذب انتباه الناس، بيحاول ياخد انتباه الناس على قد ما يقدر.
لان هو بيحب الناس، وانعكاس حبه للناس هو عايز الناس برضه تحبه. جميل. فعشان يلفت نظرهم يعمل ايه؟ يعيط او يشتكي. بالظبط. اه طيب، الشخصيه ليها الرابعه، الشخصيه اللي بعديها هي شخصيه المتردد. متردد. بالظبط. متردد او مشوش. دي هتلاقيها دايما في الطفل اللي هو مثلا داخل حضانه، هو داخل مجتمع جديد، فبيكون حاسس ان في حاجه مش مظبوطه. تمام. عالم غريب عليه. بالظبط. فبيحصل نوع من عدم الارتياحيه، عدم ثقه بالنفس. المفروض ان احنا نعمل ايه مع الطفل ده في الفتره دي؟ المفروض ان انت في الفتره دي بتديله دعم، دعم ايجابي بشكل رهيب، تقف جنبه، تحسسه بالامان. هتلاقي كمان الطفل برضه لما يجي داخل اولى ابتدائي، نفس الكلام، هو خلاص هي بتبقى مرحله. فكره التشوش دي او التردد هي بتبقى مرحله انتقاليه. انا عايز افهم يعني التردد، يعني مثلا مش بقاش عاوز اروح المدرسه، ولا التردد ده بفكر في حاجتين مش قادر اخد قرار. حلو. بالظبط. هي بيكون فعلا مش قادر ياخد قرار، وبيكون عنده قله ثقه بالذات. جميل. حلو. علشان كده بقول لك هو لازم يبقى فيه نوع من الدعم. حلو. كلام جميل. طيب ببساطه كده، هو الطفل ده لما يحصل منه كده لازم تحسسه بالحب، لان انت لما تحسسه بالحب هياخد ثقه. بالظبط. اه فهيكمل في الحرب دي، فيعيش عادي خالص. نفس الكلام لما يخش المدرسه، فلما يخش المدرسه ايه اللي بيحصل؟ اول سنه بيكون الدنيا برضو متلخبطه، هو مشوش، مش عارف يتعامل مع اصحابه، البيت يبدا معايق كتير مثلا، ويجي مثلا مش عايز اروح المدرسه. بالظبط. عايز اغير الفصل كتير، كان عايز اغير الفصل بتاعي. بالظبط. لانه مش مرتاح، هو داخل في مرحله جديده. طيب في الوضع ده لو الاب والام تجاهله ايه اللي بيحصل؟ بتحصل مشكله نفسيه بقى فيما بعد. الموضوع ده بيستمر معاه لحد سن كبير. ودي مشكله. طيب لو هم فعلا ادوا له الاهتمام والحب، بتعدي، وبتعدي وما بتاخدش وقت. تمام. طيب خامس شخصيه هي الابداعيه، الشخصيه المبدعه، الطفل المبدع. هتلاقيه دايما، عارف الاطفال اللي هي بتفكك العربيات و ترجع تركبها تاني و... ايوه بالظبط. هو التكسير ده حاجه ايجابيه. حاجه ايجابيه جدا كمان. لذلك هو انت وعندك طفل، فانت لازم تجيب له العربيات. هو لو من نوع المبدع هيكسر. فانت لازم تسيبه براحته. يعني في ناس بتعاقب ولادها ان هي بتكسر العربيات. هو بص حضرتك، كويس قوي ان طرحت الفكره دي. كتير قوي بقى من الابهات والامهات لما اولادهم عاوزين لعبه يقولوا ايه؟ عشان تكسرها. فبالتالي عارف اللي هو بعاقبه من قبل اصلا ما اجيب له الحاجه اللي انا عاوز اكافئه بيها يعني. صحيح. بس حضرتك كده بتوضح ان التكسير او اللي انا اغير الهيئه بتاعت الشكل الاساسي ده يعتبر حاجه ابداعيه. طبعا. هو بيعمل كده عشان يوصل لحاجه معينه. هو دايما بيسال، هو دايما عايز يعرف ايه اللي ورا الحاجه دي. انت عارف كنا دايما نطلع الموتور بتاع العربيه. ايوه بالظبط. هتلاقي ده منتشر في اغلب الاطفال، لان نسبه الابداع بتبقى عند الاطفال بتوصل ل 90 وبتقل كل ما تكبر بالسن، وبالاخص بتقل اكتر لما بيتفرج على التلفزيون. التلفزيون له علاقه بشخصيه اولادنا؟ طبعا. هو ليه تاثير سلبي على شخصيه الاطفال. تاثير سلبي على شخصيه الاطفال. بالظبط. ليه تاثير سلبي في قطر الابداع. ده في الطفل المبدع. في الطفل المبدع. كل الاطفال في سنهم الصغير بيكون عندهم الابداع. لكن بنسب. لكن الطفل المبدع هو بتبقى عنده نسبه كبيره جدا، ممكن تلاقي نسبه 99%. طب هو بطبيعته مبدع. طب ما عاوزين نعمل ستريس بقى على علاقه التلفزيون بالطفل المبدع، يعني ايه بيأثر على شخصيته؟ يعني التأثير السلبي ازاي؟ التأثير السلبي بيجي من الكرتون. الكرتون اكتشفوا ان فيها كميه مشاهد عنف رهيبه اكتر من الافلام الاكشن. تمام. صح. فدي لما اكتشفوا كده قال لك ان هي دي بتأثر سلوك سلبي على الطفل، بتخليه عنده سلوك سلبي، بتخليه عايز يكسر، عايز بيتنرفز دايما، عايز يعمل زي ما بيشوف. من الابداع للعنف. بالظبط. انا مش بكسر عشان افهم ازاي اصنع او اخترع المنتج اللي قدامي ده، لا انا بكسر عشان ادمر. بالظبط. هو بيدور بقى، بيبتدي بقى يتجه اتجاه تاني خالص غير الاتجاه اللي هو اصلا ماشي فيه. هو كان ماشي في الابداع، اتفرج على التلفزيون شويه، فمش في اتجاه تاني خالص. تمام. جميل قوي. طب انا كده عرفت الخمس انواع. حلو. انا بقى كاب وكام دلوقتي بيتفرجوا علينا، ازاي اقدر اعرف شخصيه ابني انهي واحد من الخمسه؟ هل في عندي طرق معينه؟ اكيد في طرق. نعم. طيب نقولها للمشاهدين معانا. ببساطه كده انت ممكن تعرف عن طريق المناظره، يعني عن طريق النظر. نظر العين؟ عن طريق النظر، لما تتابع طفلك. اللي هي الملاحظه يعني. بالظبط. الملاحظه. اشوف ابني بيعمل ايه. بالظبط. لازم على طول تاخد بالك منه. لازم تكون واخد بالك على طول هو بيعمل ايه.
طول ما انت عينك عليه زي ما بنقول كده على طول، عينك عليه تحط عينك عليه على طول، انت تعرف شخصيته ايه وبتميل ليه. يبقى اول يعني حاجه احنا مثلا بالظبط تمام، يعني احنا عندنا مثلا ان انت لما بتلاحظ طفلك كل ما تلاحظه اكتر كل ما تعرف طباعه وسلوكه. تمام صح صح. ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان احنا بنحاول نغير في السلوك لكن ما بنبصش للميول. طب الفرق بين السلوك والميول نوضحها بقى للمشاهدين. السلوك هو شيء مكتسب. اه اما الميول شيء مكتسب. بالظبط. السلوك شيء مكتسب، حاجه غلط انا شفتها في التلفزيون فانا قلدتها. جميل قوي. حاجه غلط شفتها بابا بيعملها زي زي السجاير مثلا. تمام. فبحاول اقلدها. حاجه غلط ماما عملتها فانا بقلدها. حاجه غلط في المنطقه بتاعتي في المدرسه في المحيط بتاعي فانا بقلدها. زي الصفات الكذب والسرقه والكلام ده كله. تمام. فاصبح سلوك حلو قوي انا بعمله. اما الميول هي فيا اصلا داخليا. بالظبط. طب هي جزء من الشخصية. يعني الميول ممكن افضل عايش طول حياتي جوايا الميول بتاعتي ما تطلعش الا لحد ما حد يطلعها مني؟ لا، الميول بتظهر عند كل طفل. جميل. بتظهر فيه قوي. مش احنا قلنا ان المفكر بيبان عليه ميوله ان هو بيحب قوي الحاجات المنظمه جدا. جميل. هتلاقيه دايما مش متعب لما تيجي تقول له مثلا روح ذاكر، هو مش متعب لان هتروح هتلاقي ان هو اصلا مخلص المذاكره. عنده ميول للمذاكره. هو مخلص المذاكره. هو مخلصها تماما. هتلاقي القائد مثلا هتلاقي ميوله ان هو يمسك زمام الامومه. صح. حتى عارف حضرتك تلاقي الاولاد بيقفوا في الشارع تلاقي في واحد ايه دايما هو المحرك، هنلعب بالزبط. كذا هنلعب في المكان الفلاني الكلام ده كله. طيب احنا عرفنا اول طريقه اعرف بيها شخصيه اولادي الملاحظه. مظبوط. الطرق الثانيه؟ الطرق الثانيه في عندك مثلا زي الجرافولوجي. الجرافولوجي علم الجرافولوجي ده علم تعرف الشخصيات عن طريق خط الايد. جميل قوي. ده انت عارف حضرتك ان العلم ده بيستخدموه في الشركات الكبيره في المانيا وفي السيفيهات والانترفيو على اساس انه بيجي لهم كميه سيفيهات كبيره جدا وابلكيشنز. فهو من خلال الابلكيشن اللي بيتملي بدل ما يجيب كل الناس تعمل انترفيو بيبتدي يعمل تحليل. صحيح. بالنسبه بقى لاولادنا انا اقدر اعرف شخصيه ابني من خط ايده؟ طبعا. جميل. طيب ممكن نقول عن طريق ايه؟ تمام. ممكن نقول عن طريق الرسومات اللي هو بيرسمها هو قاعد كده لوحده. الرسومات. الرسومات ليها تاثير كبير جدا 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 على شخصيه الطفل. لان هي ببساطه هو الطفل زي القطنه ابيض من جوه. تمام. فاي حاجه هي بتطردها على طول. اي حاجه هو بيطردها. بالظبط. هو مجرد انعكاس بيخرج على طول في شكل خربشه في شكل صوره بيرسمها. اقول لك على حاجه. عارف حد طفل صغير كان جه كتب اسمه. بص هو بالظبط كان الترتيب كده. كتب اسمه الاول بعد كده اسم اخته بعد كده اسم واحد من قرايبه هو تقريبا كان خاله وبعد كده اسم والدته وبعد كده اسم والده. جميل. حلو. بعد ما كتب اسم والده راح عامل عليه خط. خط. الخط ده لو انت تعرف الشخص ده كويس لو تعرف الولد ده كويس هتلاقي ان اصلا والده مش موجود على طول مسافر. فده انعكاس. انعكاس رهيب في الواقعيه اللي هو عايشها. ان 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 والده اسمه موجود اول حاجه بس مش عايش معاه. اخر واحد. تمام. هو خلاه اخر واحد. تاني حاجه هو رتبهم وجهه نظره هو. حطيت اسمي بعديها اسم اختي لان هي اختي قريبه مني اكتر بعديها اسم مامتي بعديها اسم بابايا. جميل قوي. بابايا ده اخر واحد وفي الاخر شخبطت عليه لان هو اصلا مش موجود. لازم تقرب من ابنك، لازم تحسسه ان انت موجود على قد ما تقدر. طب طول ما انت موجود ومش موجود هو ما اكتسبش اي خبرات منك خالص. هو لان في ناس كتير قوي بتركز ان هي توفر لي الـ الـ الفلوس والحياه السعيده وبيوفرلوش الحياه النفسيه اللي هي اوريدي بتساعده في المستقبل ان يبقى فرد صالح في المجتمع. فكرة. طب يبقى احنا كده عرفنا الملاحظه. صحيح. دي طريقه. الطريقه الثانيه علم الجرافولوجي اللي هو من خلال خط ايده. في طرق ثالثه ما اقدر اعرف بيها شخصيه ابني؟ بص في طرق ثانيه ممكن عن طريق مثلا انك تعمل اختبارات اي كيو. اي كيو ده بتعمل الناس الكبيره؟ اي كيو الاطفال. لا في طبعا الاطفال انت بتعمل كمان الاطفال يعني ناس كبيره والاطفال. بص هتلاقي دايما اغلب الحاجات في علم النفس والعلم التنميه البشريه هتلاقيها زي ما في الكبير في الصغير. طب استاذ محمد نطلع لفاصل سريع ونرجع تاني مع بعض. ورجعنا لكم من فاصل مشاهدينا الكرام وحلقه النهارده عن ازاي اعرف شخصيه ابني. وقبل الفاصل كان معانا استاذ محمد بيتكلم عن الاي كيو اللي هي الاسئله اللي انا من خلالها اقدر احلل شخصيه ابني. طب استاذ محمد الاي كيو ده انا عارف بيتعمل للناس الكبيره، ازاي نعمله لاطفالنا يعني؟ بص هو في اختبارات معموله مخصوص للاطفال. تمام. الاي كيو معمول مخصوص بروح لحد متخصص بقى. بتروح لحد متخصص. في مراكز متخصصه ومش اي مكان، في مراكز متخصصه معتمده. خلاص بقى مش اي مكان دي تحتها كذا طبعا خط. يعني طب ايه المعيار بقى مش في اي مكان اعرفه ازاي؟ المعيار بيبقى في معايير للمراكز. بيبقى في مراكز مثلا دوليه هي دي معتمده تروح لها. بالظبط. تكون معتمده.
فدي مش اي حد تروح له. الاي كيو مثلا ما انت في كتير جدا 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 الاي كيو تيست اي كيو ده على النت بس هل ده صحيح؟ ده مش صح. في كتير جدا جدا اختبار تحليل شخصيه على النت هل ده صح؟ مش صح. لا كتير قوي انتشر في موضوع تحليل الشخصيات على النت بالظبط. بس ابرزهم الديسك كيرف ومايرز بريجرز دول بتوع الكبار دول ابرزهم. طيب احنا كنا بنتكلم في فكره ان هو ازاي احلل شخصيه ابني بالظبط ازاي اعرف شخصيه ابني. الاي كيو دي طريقه في طرق ثانيه بالظبط. لما بعرف الاي كيو هو انا بعرف نسبه الذكاء مش الشخصيه هو انا بعرف نسبه الذكاء على اساسه اتعامل معاه لان انا الاي كيو جزء من الشخصيه نسبه الذكاء هو جزء من شخصيته تمام صح كلام جميل. فانا بتعامل معاه على اساس مستوى ذكائه لان هو لو مستوى ذكائه محدود فانا اقدر اتعامل معاه لو مستوى ذكائه عالي قوي فانا اقدر اتعامل معاه. يعني مثلا الشخصيه المفكر هو نسبه الاي كيو بتاعته عاليه جدا وحد صارم قوي وحد جد في اغلب الاحيان مش 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 من الطفل اللي هو بيهزره كتير خالص طفل رزين. في اطفال كده بتبقى رزينه شويه صح تحس ان هو عائل كده كبير بالظبط. مش في بعض الاطفال تقول لك عليه بص الولد ده عائل قوي صح صح هو ده لذلك هتلاقي بعض اصحابه هتلاقيه كده هتلاقي برضه ناس هو بقى بيروح للصحبه اللي هي اوريدي متوافقه مع التفكير بتاعه بالزبط. او الطبع بالزبط. بتاعه هو طبعا. الطفل مش المفروض يلعب وينطلق والكلام ده كله طبعا. ولا لو انا عندي طفل مفكر يبقى ده حاجه ايجابيه او حاجه كويسه؟ طيب الفكره بقى عليه؟ الفكره يعني. بقى في السلوك المفكر ده ان هو سلوك غير اجتماعي غير اجتماعي صحيح. السلوك الغير اجتماعي ده المفروض ان احنا بنعالجه بنعالجه ازاي؟ الاب طبعا والام مش المتخصصين الاب والام بيعالجوه في سن مبكر من بدري شويه يعني مثلا من سن سنتين لسن ست سنين هو ده انت بتزرع فيه قيم وسلوك حلو. فانت لو لقيت ان هو مثلا منطوي شويه لو لقيت ان هو ملوش صحاب كتير فانت بتحاول تزرع ليه وبتحاول تزرع حواليه صحاب انشئله مجتمع بالظبط تنشئله مجتمع توديه النادي تخليه يلعب رياضه توجد له حاجه جديده لان هو بيكون ماكسيموم بيكون ليه صاحب او اتنين مش اكتر من كده. طب ما تيجي حضرتك بقى ايه احنا دلوقتي هنقول عرفنا الشخصيات وعرفنا ازاي نعرف شخصيات ولادنا هتعامل بقى مع كل شخصيه ازاي؟ حلو جدا. لو انا ابني طلع قائد حلو جدا هتعامل معاه ازاي؟ لو انا ابني طلع مفكر زي حضرتك كنت بتتكلم لو انا ابني طلع مبدع حلو قوي عاوز اعرف بقى كل شخصيه انا دلوقتي عرفت الشخصيه وازاي اتعرف عليها حلو التعامل بقى عشان يبقى احنا برده بندي روشته للمشاهدين يعني جميل جدا. طيب اول حاجه زي ما احنا قلنا مفكر هو دايما بتحس ان هو سلوك غير اجتماعي جميل هو مش شخصيه اجتماعيه دي حاجه يعتبر سلبيه طبعا اكيد طبعا فاحنا بنحاول نعالجها حاجه ايجابيه ان احنا نوجد له مجتمع حلو قوي نوجد له ظروف وبيئه تخليه احسن تخليه في التواصل يندمج مع المجتمع بالظبط يندمج اكتر مع المجتمع توديه مثلا يتطوع في جمعيه خيريه دي حاجه كويسه جدا مهما كان سنه صغير ممكن يتطوع في جمعيه خيريه يحس بقيمه لذاته يحس ان هو لما يتعامل مع المجتمع يحس باندماج. بعض الناس زي الدكاتره والمهندسين لما يقعدوا سنين يذاكروا لما يخرجوا المجتمع ما يعرفوش يتعاملوا مع الناس طيب طب واحنا بنتكلم برضو في معانا فيديو نشوفه ونعلق عليه برضو جميل قوي ده الطفل اهو ده الطفل ده بقى المفكر هو ده مبدع اغلب المبدعين بيحبوا جدا جدا الجيمز بيحبوا الالوان بيحبوا الحاجات اللي هي البراقه جميل. طب نكمل احنا دلوقتي لو انا ابني بقى قيادي اتعامل معاه ازاي؟ لو ابني قيادي لازم اتعامل معاه بمنطقيه شديده جدا وبتفكير مرتب ومسلسل تفكير مرتب ومسلسل ومنطقي جدا مسلسل يعني حتى ما بدي له اوردر مترتبين بالظبط هتعمل واحد لازم اثنين بالظبط لازم تبقى مرتب جدا معاه لازم تبقى منطقي لازم لما تيجي تعاقبه تقول له انا بعاقبك بسبب كذا لان هو ما بيحبش الكنترول ما بيحبش حد يسيطر عليه. جميل ده القائد ده القائد هو بطبيعته هو بيحب يملك الامور جميل قوي. فانت بتعمل ايه في بعض الاحيان تديله قول له طيب ماشي اعمل دي او خليك انت مسؤول عننا في الجزء ده طب تحب ناكل ايه النهارده تاخد رايه بتحسسه باهميته بس في نفس الوقت ما بتدوش كل حاجه لان انت لو اديت كل حاجه هو زي ما تقول كده ايه هيسوق فيها. طب او برضه فيديو تاني اهو صوره اهي بطفل بيلعب رياضه جميله الرياضه للاطفال طبعا محتاجينها الكبار قبل حقيقي. قبل الصغار كمان حقيقي. عشان زي ما قلت بحضرتك سلوكي لو انا سلوكي رياضي ابني هيطلع رياضي بالظبط برضه ده هو بيلعب لعبه اهو. طيب لو جينا نتكلم في الرياضه وبالنسبه للرياضه عنيفه زي دي
اكتر الاطفال اللي بيلعبوا رياضات عنيفه بيميلوا للقياده. اكتر الاولاد اللي بيلعبوا رياضات عنيفه بيميلوا للقياده. لان هو بيحس ان هو عايز يفرض نفسه، عايز يبقى ليه نوع من الالمعيه او الشو. فبيحس بده امتى؟ لما يكون هو الوحيد مثلا في وسط اصحابه اللي بيلعب رياضه ومحدش بيلعب. طب انا برضو من خلال حركة الانواع اللي حضرتك قلتها للشخصيات، طب مفيش يعني شايفها كلها يعتبر يعني احنا يعني الاساس فيها شخصيات حلوه، قيادي، مفكر، مبدع، الكلام ده كله يعني. طب مفيش شخصيات بقى تانية مثلا اللي هو الطفل العنيف؟ عارف في بعض الاحيان يقول لك ده ابن غبي. الطفل الغبي، في طفل غبي تمام. لا ولا هو كله ولا ده الفريم اللي تحت منه اللي بقيه الشخصيات. بص، هو اللي حضرتك بتتكلم عليه دي صفات. الصفات دي بتكون داخله في الشخصيات. يعني مثلا لو جينا نتكلم في العناد، اولا قبل ما اخش في العناد، هو ما فيش حاجه اسمها طفل غبي. المصطلح ده غير موجود بالمره. والمصطلح الثاني اللي غير موجود برضه، والناس كتير متخيله ان هو موجود، شخصيه قويه وشخصيه ضعيفه. برضه ما فيش حاجه اسمها في الاولاد شخصيه ضعيفه وشخصيه قويه. اصل انا بقول لحضرتك ليه، لان الامهات والاباء بيشتغلوا على الحته دي جامد جدا، وبيبقوا هم ستريس على اولادهم قوي في الموضوع ده. اصل ده ما عندوش شخصيه، ده مش عارف، ده غبي، ده ما بيفهمش، ده مش عارف. واحنا خلي بالك تورثناها من اجيال لاجيال لاجيال. حابين لا نحط بقى نقطه نظام، لا مفيش الكلام ده كله، نشيله بقى من القاموس بتاعنا. حلو. طيب لو جينا نتكلم في العناد، العناد هو داخل تحت شويه شخصيه المفكر. هو دايما دايما عنيد، لان هو مصمم على رايه. لان هو بيكون حاسس كويس جدا وفاهم كويس جدا ان طريقه تفكيره منطقيه وصحيحه. فبيكون شويه عنده نوع من العند. حلو. لو جينا نتكلم في الناس اللي بتقعد تشتم اولادها، وانت يا غبي وانت يا احمر، فموضوع طبعا دي مصيبه. دي مصيبه، والكارثه لو بيتضرب. الضرب دي كارثه. يعني فكره ان انت تشتم ابنك تقول له يا غبي، اولا هو انت بتقلل ثقته بنفسه. تاني حاجه، لو ضربت ابنك في وسط الناس انت بتعدمه الثقه بالنفس، وبتخليه شاكك في نفسه طول الوقت لو ضربته، حتى لو اخطا. حتى لو اخطا، لان ساعات برضه عارف الامهات والاباء الاولاد بيعملوا حاجات فوق طاقتهم. خلي بالك برضه عشان يبقى كلامنا يعني قريب من الواقع الفعلي، ضغوط الحياه والضغوط الاقتصاديه والشغل والكلام ده كله، فبيبقى ما حدش مستحمل. صحيح. يعني كل اب وام محتاجين طبيب نفساني عايش معاهم في البيت. فما بالك مثلا ابنه عمل حاجه، فمش هو بالنسبه له، هو لو ضربه هو اوريدي خلاص طلع الشحنه بتاعته السلبيه. طيب هو ابنه ايه علاقته بالشحنه السلبيه؟ ما هو بقى احنا كده ايه بنوضح له بقى، خلي بالك. طيب انه النهارده هتفقده ثقته طول حياته. بالظبط. وهتصرف بقى كتير لحد ما تبتدي تعالجه وترجع له ثقته بنفسه. بالظبط، دي هتبقى مصيبه. حصل موقف قبل كده ان واحده ضربت بنتها في الشارع. بنتها طبعا طفله صغيره. فيعني بهدلتها في الشارع. الطفله دي اكيد يعني جالها نقص فظيع. احساس ان هي قليله، احساس عدم الثقه بالنفس. لو اقول لك نظرتها للناس، ما طبعا بقى اتضربت قدام نظرتها. يعني نظرتها بتقول انا خلاص اتكسرت. والام كمان برضو يعني مش ساكته، عارف اللي هو يعني برضو هتتضربي. يعني عشان انا برضو لما نروح البيت برضو هتتضربي تاني. الظروف الاقتصاديه والظروف النفسيه بتاعت الاباء والامهات هي اللي بتخلي رد الفعل كده. هقول لحضرتك على حاجه. سلوك الطفل لما هو بيكون بيعيط في الشارع. عارف في بعض الاطفال من ضمن المواقف اللي بتحصل مع ناس كتير، ان طفل تلاقيه بيمسك في حاجه، بيشبط في حاجه في محل مثلا في سوبر ماركت، ما هو انا عايز ده. التدبيسه بالظبط، انا عايز ده. ولو ما اخدوش ايه اللي بيحصل؟ بيقعد يعيط بقى. بالظبط. هو ذكي جدا على فكره، لان هو بيعيط وقت ما هي ترفض. علشان يحرجها قدام الناس، فاصبح ده بقى السلوك بتاعه ورد الفعل اللي هيحرك الدوافع عندها. بالظبط. طيب انا عاوز حضرتك بقى روشته في عجاله كده قبل ما نختم الحلقه بتاعتنا، عن ازاي اتعامل مع شخصيات اولادي. طيب سواء الخمس شخصيات ببساطه. اول حاجه لازم تتعامل مع ابنك، تشوف هو ان كان شخصيه من نوع الحساس. جميل. المرهف الودود اللي احنا قلنا بيتعامل، بيهتم بالاخرين. دي واحد. لازم تهتم انك تعامله بلطف. اتنين. وشيء من المنطقيه. جميل. حلو. طيب مع القائد، مع الشخصيه الحازمه، لازم تتعامل معاه بنوع من الحزم والمنطق، ولازم تديله ثواب وعقاب، وفي نفس الوقت تقول له العقاب بسبب كذا. جميل. تبين له وتوضح له العقاب. طيب ثالث حاجه، لو جينا نتكلم مع الشخصيه مثلا المفكر، لازم تديله قواعد عشان ما يكسرهاش. هو ماشي على القواعد، بس انت اللي تديله قواعد. ابقى الليدنج. بالظبط. تمام. هو اصلا بيكون مستعد ومهيئ نفسه ان هو يكون منقاد لشيء ما.
تمام. وعلى فكره شخصيه الطفل المفكر هو بيحب جدا جدا ان هو يرضي والده والدته، واكتر الاطفال اللي بتجيب درجات نهائيه هم من الطفل المفكر تمام. اما الطفل القائد لا، هو بيكون عايز يحس بالتفوق، انا رقم واحد على اصحابي، دي اهم حاجه بالنسبه للطفل المبدع. هتلاقي ان هو اكتر حاجه بيهتم بيها الخيال، اكتر حاجه بيهتم بيها ان هو يفك لعبه ويركبها، اكتر حاجه بيحب يهتم بيها هو ايه اللي جوه هنا. كريت بقى كرييتيف، يا كرييتيف اكتر بالظبط تمام. اما المربع بيسال ليه دايما، ليه طب ده ليه طب ده ليه، عارف في اطفال كتير تسال ليه، وهتلاقي نفس النقط ده السؤال اللي ده بيتعب قوي صباحا جدا كل حاجه ليه ولازم ازاي. تستعد بقى لازم تستعد انك تجاوب، يبقى عندي اجابه نموذجيه، لان الاجابه اللي انا هجاوبها دي هتاثر بقى طبعا حياتي. طبعا لان هي احنا قلنا ان الطفل كالحجر، زي لو انا النهارده الحجر لو انا نقشت عليه وهو صغير في الميه، لو انا في الميه مش هيعلم معايا، انت لو عملت لو على الكبر بالظبط خلاص النقش هيستفيد بالظبط. الاطفال في الصغر كانوا بيكرهوا الحجر والكبار كانوا بيكرهوا الماء بالظبط. تمام استاذ محمد مدكور، استشاري تحليل الشخصيات، استفدنا منك كتير جدا، وكان حلقه مهارات ممتعه جدا. بنشكر حضرتك وبنشكر مشاهدينا الكرام، مشاهدي برنامج اولادي جنوني، وحلقه النهارده كان ازاي اعرف شخصيه اولادي. اشوفكم في حلقه جديده من حلقات برنامج اولادي جنوني. مش اولادي جننوني وانا مش عارف اعمل ايه، قولوا التربيه ومشاكلي تتحل بايه. اولادي جننوني وانا مش عارف اعمل ايه، وخلاص سلمت وجيت قولوا لي اعمل ايه.